وفي هذا الشأن تطرق مراسل تلفزيون البحرين من القاهرة شكري عبد الحميد تطرق خلال مداخلة في نشرة سابقة إلى أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لتحقيق المصلحة العامة في السودان. المتوقع من هذا الاجتماع هو التأكيد على ضرورة وضع مصلحة السودان في المقام الأول من طرفي النزاع، وأن المسألة لا تتعلق فقط بالقوات المسلحة ولا قوات الدعم السريع، ولكن هناك دولة اسمها السودان، الكل يريد الجميع الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها، إضافة إلى التأكيد على استعداد جامعة الدول العربية للتوسط لحل هذه الأزمة حين يسمح الطرفان بذلك، لأن هناك صعوبة أيضا في الاتصال بالأطراف المتنازعة، كما أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. وعن توسط الجامعة لهذا الأمر، هناك استعداد تام من خلال مبادرات لطرحها على الأطراف السودانية، وأنه من المبكر الآن الحديث عن اقتراحات جاهزة تطرح على الأطراف. المطلوب فقط كما تريد جامعة الدول العربية تجميد الموقف ووقف التصعيد، لأن استمراره يؤدي إلى مرحلة من مراحل الخطورة.